السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. النسخه الاخوان اللي تشاهدون هذه نسخه يوتيوب للاندرويد تي في 4K كما تشاهدون احبائي، فهي شغاله بامتياز. ندخل على، طبعا استخدم هذا الاير ماوس كما تلاحظون. ندخل على اليوتيوب على قناتنا، طبعا هذا البث المباشر كما تشاهدون. يمكننا ايضا تصفح باقي الفيديوهات كما تشاهدون من هنا من قنوات اخرى، او يمكن ان اعود للقناة كما تشاهدون، استدعي على الشين. وكما تلاحظون اخوان، سريعة متجاوبة الفيديوهات كما تلاحظون على التلفزيون بشكل ممتاز. اخوان، بالنسبة لهذه النسخة اللي تشاهدون، هي الان على الكمبيوتر. اخوان، على الكمبيوتر لو قمت من هنا بالخروج، هذه نسخة اندرويد احبائي كما تلاحظون، لكن على الكمبيوتر اخوان. وها هي النسخة اللي على المتصفح جوجل كروم، النسخة العادية، وهذه نسخة اليوتيوب للاندرويد تي في. سأريكم اخوان كيف تستخدمونها في كمبيوتر ويندوز 10 او 11. نسخة رائعة اخوان، والطريقة سنقوم باكتشافها اليوم مع بعض، طبعا بعد الفاصل. قبل أن نذهب طبعا للفاصل، أرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك لهذا الفيديو. أيضا في آخر هذا الفيديو إخوان، ابقوا معنا للآخر، سأعطيكم أيضا هدية بونس في آخر الفيديو لأصحاب الكمبيوتر ويندوز 11 والعشرة، طريقة أيضا سأعطيكم إياها. لا تذهبوا بعيدا، وخلكم معنا إن شاء الله نشوف نسخة اليوتيوب للأندرويد تي في على كمبيوتر ويندوز. اهلا بكم من جديد. اذا اخوان، نبدا على بركه الله الشرح، تابعوا معي جيدا. على كمبيوتر ويندوز كيف ما كان، ويندوز 10 او 11، نبدا على بركه الله. اول شيء اخوان، نذهب على الجوجل كروم. طبعا اخوان، هذه هي نسخه اليوتيوب المتوفره على الجوجل كروم، طبعا نسخه الويب المعروفه والمعهوده لديكم. اذا سنغيرها، سنقوم بوضع واحده اخرى كما شاهدتم في اول الفيديو. اذا اول شيء اخوان، نفتح خانه جديده ونذهب الى هنا الى ابلكيشن. عندكم عده طرق في الابليكيشن، هنا تذهبون على الويب ستور. اوكي، الويب ستور اخوان هو المتجر اللي فيه عده تطبيقات يمكن اضافتها للجوجل كروم، ديزيكستونسيون كيف نقولوا بالفرنسيه. اذا اول شيء سنذهب ونبحث عن هذا الاكستنشن اخوان، اللي هو يوتيوب فور تي في 4K. اوكي، هذا نضغط هكذا. واول خيار اخوان هو هذا الاوفرد باي ريد بايت او ريد بيت. اوكي، نضغط عليه هكذا. بعد ذلك اد تو كروم، اجوتي الاكستنسيون. والان اخوان، بالنسبه لكم يمكنكم اضافه حساب جيميل سانكرونيزاسيون مع هذا الاكستنشن، او فقط فتح الاكستنشن عادي. اذا اين سنجد الاكستنشن؟ نفتح خانه جديده هنا في الجانب اخوان، ها هو الاكستنشن يوتيوب فور تي في، نضغط عليه. وكما تشاهدون، مبروك عليكم، ها هو كما تشاهدون انا اتحكم فيه، ها هو اليوتيوب فور تي في. لديكم عدة خيارات لتكبير الشاشة، معه طبعا تضغطون على الاف 11. اذا لنكبر الشاشة بالحجم اللي شفتوا، الاف 11 اخوان في الكيبورد، تشاهدون بأنه صار الآن مثل التلفزيون بالكامل. أيضا هنا إخوان في الإعدادات، لديكم يمكنكم أيضا إضافة اللغة العربية على حسب لونج مثلا، هنا طبعا هو بالفرنسية، يمكنني أن أغير اللغة إلى العربية أو أي لغة في العالم، هي متوفرة إخوان في هذا التطبيق أحبائي، وهو رائع إخوان، وأترككم تجربوه. أترككم تجربوا إخوان، تشاهدون سريع جدا أحبائي. يمكن التحكم بالكيبورد كما شاهدتم إخوان هكذا بهذه الطريقة، يمكنني أن أتحكم، أو يمكنكم بكل سهولة أن تتحكموا من خلال، أنا أضفت هذا الإير ماوس إخوان. على فكرة هذا متوفر لدينا في المتجر، رائع كما تشاهدون. صار لديكم يوتيوب من نسخة الاندرويد تي في على ويندوز 11 وشغال، و10 قد شغال بامتياز اخوان كما تشاهدون، شيء رائع احبائي. الان نذهب للبونوس، للهدية اللي في الاخر، وهذه تهم اصحاب الويندوز 10 والويندوز 11.
اوكي، نقوم بالخروج بالاف 11 من هذه الخانه ونذهب الى سطح المكتب. طبعا يا اخوان بالنسبه في الويندوز 11، انا بالنسبه لي بعض المرات اريد ان اقوم باغلاق الكمبيوتر، ضروري ان اذهب الى ايكرون دو ديماراج هكذا، بعد ذلك الى هنا، وبعد ذلك اضغط على اغيتي. اليوم ساريكم طريقه سهله جدا لاضافه زر او ايقونه تضغطون عليها فقط ونقوم باغلاق الكمبيوتر. اذا كيف سنقوم بذلك؟ طريقه سهله جدا، بزر يمين نضغط هكذا و نوفو او نيو، اخوان اللي عندهم بالانجليزيه تبع معنا ايضا الشرح بالانجليزيه، نيو راكورسي، اذا شارت كات بالانجليزيه، بالفرنسيه راكورسي، نضغط عليه هكذا. هنا يا اخوان سنكتب هذا الامر، انا ساعطيكم اياه اسفل الفيديو، تنسخون فقط كوبي كولي هكذا. هذا الامر كما تشاهدون شات داون اس سلاش تي 0. الان نضغط سويفون او نيكست، نتركه كما هو تيرميني. شاهدون ها هو الاختصار شد. الان نضغط عليه ايضا بزر يمين هكذا وناتي الى اجوتي افيشي بلوس دوبسيون بالفرنسيه مور اوبشن. والان اخوان ناتي الى هنا الى بروبريتي، وبعد ذلك الى شانجي ديكون. اوكي، سنقوم باعطائه ايقونه لنختار هذه طبعا لاغلاق الكمبيوتر. اوكي ابليكي. اوكي كما تشاهدون الان صارت لدي هذه الايقونه لاضعها هنا في الباغ دو تاش، نضغط عليها هكذا بزر يمين افيش بليس دوبسيون، وبعد ذلك اخوان ايبينغلي على باغ دو تاش هكذا. اذا كما تشاهدون انضافت لدي هنا هذه الايقونه. اذا لاغلاق الكمبيوتر عوض ما اقوم بالذهاب الى مينيو ديماري اكسيتيرا، اذا فقط ضغطتين ويتم اغلاق الكمبيوتر بكل سهوله. هذه طبعا هديه لكم اخوان اصحاب الويندوز 11 و 10، اظن حتى الويندوز 7 ستصلح معكم هذه الطريقه. على العموم عشاق اليوتيوب يمكنكم الان مشاهده يوتيوب بجوده عاليه وبنظام الاندرويد تي في على كمبيوتر ويندوز. اتمنى يكون هذا الدرس قد افادكم، ولا تبخلوا علينا باللايكات احبائي، لايك لهذا الفيديو وشاركوه مع اصدقائكم واشتركوا في القناه، والى اللقاء في الدرس القادم. كان معكم اخوكم محمد من قناه سيكريت اوف نت، دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.